طيب انا عايز انا لو عايز اربي كلب هاكله اللي انا باكله ولا مطالب ان انا اجيب دود اللي هو الدود السوداء. لا احنا الدود ده ممنوع اصلا عندنا خالص. المهم يعني ولا لا مضطر ان انا اجيب اللوكش. انت مضطر ان انت تجيب ايه عشان تاكل؟ يعني ممكن نجيب شويه صراصير. هات له اكل من الاكل بتاع هات له واحده اكل كده. لا 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 الله يرضى خلاص. يعني احنا بنربي فعلا فران عشان ياكلوها اذا كان ماوس او رات. بنربي جيني بيجز، بنربي كريكتس ده نوع من انواع الصراصير الليل. بنربي دوبيا روتشز دي نوع من انواع الصراصير برضو. بنربي ميل وورم دي ديدان. بنربي سوبر وورمز عشان لا عشان انت عندك عدد سلالات كتير جدا. يعني انت مش لو انت هتربي حاجه زي كده بس مش مطالب ان انت تربي كل ده. لا طبعا هتختار حاجه منهم اللي هو بياكلها. يعني مثلا تعبان زي ده بياكل ممكن ياكل كتاكيت. ممكن تبقى فروزن كمان. يعني تحط مثلا 10 كتاكيت في الفريزر تطلعه تفكه وتديهوله. بريشو طبعا هو ده. يعني لازم ياكل الحاجه كامله كالسيوم بالعظم بتاعها بالمخ بتاعها بالقلب بتاعها بكل حاجتها عشان الغذاء بتاعه. ممكن بقى يبقى فار. ممكن ده ماوس. ممكن يبقى رات بس لسه صغير. ده الكبير ده ياكل سمان. ياكل فرخه بس صغيره مثلا ربع كيلو ولا نص كيلو. ياكل ارنب لسه صغير. بس لازم يعني فريسه كامله. طبعا. فانت مربي ده خلاص انت عارف انت محتاج سمان. يعني لانك حاجه حلوه تجربه اللي انت تشوف الهانت او جزء من الوايلد بيتحقق قدامك. وفي ناس كتيره بتعتبرها حاجه مش ادميه وتقول لي انت مش طبعا عليك الفرخه. ده جزء من السايكل بتاع لما احنا عندنا بناكل السمك تاني. صح. يعني ده ممكن جدا. ده جزء ده الاوسكار والبيرانا. الاوسكار والبيكوك باس والبيرانا لا البيرانا مش شرط. يعني هي ممكن الاوسكار كمان او عارف ليه الناس ما بيصعبش عليها السمك. يعني تحس ان السمك ده عايز موته عادي. موته؟ وانتوا انتوا حتى المربين يقول لك لا السمك اصل تشتري سمك ويموت منك ثلاثه. ما هو المشكله صح ولا لا؟ ما انا ديله. ما انا ماشي حلو بس انا هشرحها لك دلوقتي. السمك لما انت بتجيب حاجه اسمها سكولينج فيش زي سمكه اسمها نيون تيترود اكيد انت عارف. بجيب 10 في الاغلب. في حاجه كده عارف ان هي النقل. هي بتبقى كابتن يعني مش كابتن بريد. بتبقى جايه من الوايلد اصلا جايه من البريه. بس النقل في كام واحده بتضعف فغصبا عنك بيقع. فده هنعمل ايه؟ قضاء. طب ما انت عندك انت عندك في الحاجات كل ما تصغر. يعني انت اكيد الحشرات اللي عندك في حاجات بتقع ولا لا؟ اكيد بس مش مربيها ماليش دعوه. هي فاهم بتقع مع نفسها. انا بحس ان لا والتواحف على فكره بتموت عادي. بس انا قصدي مش بفكره اللي هي ايه بالبرسنتج دي انت بتجيب شويه عشان تجوع. لا احنا مش عشان كده. بس هو فعلا احنا عندنا المعدل بتاع الوفيات زي مثلا بتوع اللي بيربوا كتاكيت وعارفين على طول. لا فينا في حاجات هتموت بالظبط. يعني الكلاب فيها حاجه كده؟ لا. الكلاب لا بس في ممكن يعي ويموت خلاص. لا في نسبه لو انت هتفرخ. يعني لو انت هتنتج وعندك جراوي او اول الرنت ده اول طلعه هي اللي بتبقى اصعب طلعه. عايز اتكلم عن الحته التعليميه او الاديوكيشن. انا حاسس ان فكره الكلاب اضعافها. يعني انت تربي كلب بامانه في اديوكيشن ان انت تعرف اسم الكلب ده ايه بياكل ايه مش عارف ايه. لكن بحس ان الزواحف والاسماك لا تقرا لازم تبقى عالم عشان تربي. انا حاسس ان انت لازم تبقى بتتعلم كيمياء وبي اتش وحوارات. الاسماك الزينه قبل ما تبقى هوايه علم. انت المشكله في الاسماك الزينه وانا الكيس الوحيده اللي فيكم ان انا اللي بجيب له الانفايرمنت او جايب له الهواء بتاع الميه بتاعته اللي هو بيتنفسها. لينا لازم انقيها لاعلى درجه عشان احافظ عليه اكبر وقت واخد اعلى نمو مثلا. فانا الوحيد اللي ببقى محتاج ان لازم الفلتره تبقى عاليه. افهم كميه ميه شويه بس حاجات بيزكس. يعني الكلام ده ممكن كله تفهمه في نص ساعه اللي هي الدوره البيولوجيه والكلام ده. لا انا اتحداك ان انا اقل. انا بتحداك اهو اقل من 10 دقايق ممكن اشرح لك الكونسبت كله واخرجك من هنا فاهم. انت ممكن تعمل حوض سمك دلوقتي
بس لو تعمله 10 على 10 كمان. بس ما ينفعش بعد كده تفرق بقى تقول لي انا هفرق خلاص الاستاذ. لا اتفرق بص بقى ما يعني ايه كده بقى. لا ده اصل في ناس في جد بتيجي تقول لي انا عاوز جوز بوك ستراكشر عشان افرقه انت ربيت زي واحد كده. يقول لي لا طب انت اصلا مين قالك ان انت تعرف تعيشه؟ نتكلم عن الادوكيشن ان انت تبقى عارف الدنيا فيها ايه الوان ايه طفرات ايه. لا دي قصه تانية خالص. يعني احنا عندنا في السمك البريد او ان انت ركبت كذا نوع مع بعض في فصيله واحده. هو اصلا ان انت تركب حاجه على حاجه يعني مثلا عندك يعني سورد تيل مثلا النوع بتاع سورد تيل دبل تيل سورد تيل جرين سورد تيل كوهاكو سورد تيل ريد هاي سورد تيل. خلينا مثلا في الفايتر الناس كتير. لا الفايتر كتير بقى في انواع مشتقه من الفايتر بالوان. لا هي طبعا بس هي السمكه هي الفايتر بس ظهر منها طفرات والطفرات تم تركيبها على طفرات تانية من نفس الموضوع هاف مون وكراون و بس في اعداد حاجات طبعا فرايتي ضخمة طبعا. طيب انت عشان تظبط الدنيا محتاج علم عشان تعمل سيت اب حلو. سيبك من الدرج لان انا لو انا هربي حاجه مش هربيها في درج لان انا عايز اشوفها. هعملها حوض مثلا هحطه بشكل حلو هحطه بطريقه هقفله قفله محكمه بحيث ان انا مش عايز مثلا معايا المطبخ مثلا ولا حاجه. محتاج ايه ان انا ابقى فاهم ايه؟ بص يا مش انت مش محتاج اي حاجه بس انت يا دوبك تدخل تلاقي نفسك انت عاوز تعرف اكتر. يعني انت عشان تبتدي وما تبقاش عارف. لا ازاي انا محتاج درجه رطوبه ازاي؟ محتاج درجه حراره ايه؟ كل حاجه ليها حاجه بالظبط. بس يعني انت ممكن زي معقده ولا مش معقده؟ لا يعني هي وجود المعلومه هو اللي صعب. يعني عشان لان المعلومه مش نصها ثلاث ارباعها موجوده في البلد غلط. مش هي دي بقى المصيبه. ان الراجل بيروح يقول لك انا شفت تعبان بيتباع في سوق الجمعه بياكل بيض. طبعا كل الناس عارفه التعبان بياكل بيض. ما شفناش احنا التعبان بياكل بيض فهي زي ما الصقر بياكل كده بس ما بياكلش اي حاجه. يعني هي دي بقى المشكله ان انت بتشتغل عليها. يعني لا اول حاجه التعبان كلها مش نوع واحد مش بتاكل نفس الحاجه. انت بس هتشوف انت هتربي ايه. هو في تعبان ما بياكلش بيض خالص. يعني لو حطيت له بيض ما عمره ما هياكل حتى لو عنده هو 90% من التعبان خالص 99 ولا لو حطيت له بيض هياكله اصلا. يعني لو هيموت من جوع وحطيت له بيض مش هياكله. احتمال ضعيف جدا. يعني مش يعني يعني عشان يعني لو لقيت عنده تعبان بياكل بيض ما احنا ما فيش غير نوع اسمه التعبان اكل البيض. ده بياكل بيض. ايه ايتر ده هو بياكل بيض ده هو ده فدي بقى المصيبه اللي انت شغال مع ثقافه غلط. يعني انت زي ما كانوا بيربوا كلاب عندك وبياكلوها حاجات غلط دي بتبهدل الكلب. فدي انت لازم تشتغل عليها. لا في حاجات تبهدل ان انت بتقول عليه ده يموت الحيوان الاليف. يعني كده دي معلومه خطا اصلا. معلومه زي ان التعبان مش بياكل كل يوم. يعني من اكبر المصايب اللي مش يعني مصايب بس الحاجات الخطر جدا ان واحد يبقى جايب تعبان ومش عارف ياكله. اول سؤال بقول له هو معاك بقاله قد ايه؟ يقول لي 3 ايام. طب انا اصلا في اول 3 ايام ما مش بعرف اتاكل على التعبان. هو بالنسبه له السكيورتي اهم بكتير من الاكل. هيحس بالامان. فهو هيقعد بقى هو هيضعفه بسبب ان هو بيحاول ياكله لان هو خايف عليه. هو عاوز ياكله كل يوم. فهي دي المعلومات اللي هو محتاج يعرفها. 1 2 3 4 لو عرفه خلاص هيلم الدنيا. بس انت لما بتخش بقى في التعابير فعلا وفي الزواحف كلها بتحس ان انت عاوز تذاكر اكتر. وعاوز تعرف اكتر ولان في انواع كتيره فانت بتخش في السبيشيز. ولا ده في اصل البوا كونستريكتور اللي من البرازيل اكبر من البوا كونستريكتور بتاعه سورينام والهايبو ده اصلا جاي. فبتلاقي نفسك انت بتذاكر حبا يعني. بس انت ما انتش مضطر. يعني ممكن الزواحف بيعتبروها من الحاجات بتاعه الاطفال. ايوه مش بتاعت الوحوش. يعني عشان الناس فاكره لا في امريكا الناس بتربي الزواحف دي للاطفال زي الهامستر بالظبط. حاجه تانية سهله جدا في الكلاب والقطط ان اي بي سي هتلاقي يافطه مكتوب عليها دكتور بيطري. عندك مشكله مع كلبك هتروح للدكتور البيطري تقول له الكلب عنده مشكله.
انا اصلا ادخل لو انا يعني الى حد ما عندي خلفيه عن الكلاب هحاول العب مع الكلب في اول 10 دقايق هعرف ان الكلب ده فيه حاجه مش مظبوطه. السمك انت لو تقدر ان انت تدخل على الحوض بتاعك محتاج وقت قد ايه؟ مش هقول لك ان فيه كارثه، بس تعرف ان قد ايه ان السمكه دي مثلا فيها مشكله. بتتكلم على واحد محترف ولا واحد مربي؟ واحد مربي عنده خلفيه، واحد مربي عنده خلفيه. لا هو لو مربي عنده خلفيه والحوض قاعد عنده اكتر من شهرين يكفيه يقعد قدامه 5 دقايق بس يبص للسمكه. سمكه واحده من ضمن الحوض كله فيها مشكله. لا سمكه واحده دي تبع ما انت يعني هتركز عليها ازاي. هو في حاجه اسمها كده ولا هو بتبقى سمك لا في حاجه طبعا اسمها كده. يعني انت مثلا عندك سكوري او مجموعه سمك بيعوموا مع بعض، تلاقي واحده مثلا مستخبيه قاعده تحته بتنهل. بس انت صعب قوي ان انت تجيب سكول حاجه واحده، انت بتجيب مثلا لا احنا ممكن يعني في اصل خلاص الكلام ده كان زمان بطلوا بقى هم البتاع اللي بتلف. لا الكلام ده انا لسه بقول ده، انا زعلت قوي بيقول اللي هي الفلتر اللي فيه قطن ده خلاص. ده كل سنه وانت طيب. انا كنت فرحان جدا غيروا جدا الدنيا. عندنا فلتر خارجي عامل زي مكنسه صغير كده وبيبقى فيه ان واوت وهو فيه 4 5 مراحل. بيولوجي بقى بكتيريا وميكانيكال وياخد المايه ويطلعها زي ده. انا بتكلم على حاجه لو مش لو بادجت قوي بس تبقى معقوله يعني. لا هي مفيش انا بتكلمك عموما على الفلتره، لكن انا بكلمك انت ازاي تقدر خلي بالك. انا اكتشفت يعني من كتر تربيتي للسمك ان انت بتحفظ شكل الحوض، تحفظ الانسيابيه بتاعت السمك وكل سمكه بتمشي ازاي تقريبا. اي حاجه شاذه في الحوض لو قاعد عندك زياده مثلا شهرين ثلاثه، اي حاجه شاذه في الحوض لو بصيتها تعرف. ده احنا عندنا نخسر. والتنفس بتاع السمك لو لقيت واحده بتنهج لوحدها تعرف ان في مشكله فيها، لو كلهم بيعملوا كده تعرف ان في مشكله في المايه. لا احنا بص موضوع الدكتور بيتري ده انساه تماما، انساه تماما. انت اصلا ممكن تخش الدكتور بيتري يجي او يفتي او يعني مع احترامي لكل الدكاتره البيطريين، بس كام في الميه يعرف يعالج سحليه؟ لا كلهم هيقولوا بنعرف. دي المصيبه بقى الاكبر ان هم بيقولوا يعني هتطلع ايه يعني. اصلا الزواحف الاناتومي بتاعهم مختلف. في حاجات عندها رئه وفي حاجات عندها رئتين، في حاجات عندها يعني مختلفه. لا دي حيوانات مختلفه مش كلهم حاجه واحده. يعني انت جربت تجربه مع دكتور بيطري؟ جربت من بدون ذكر اسماء. اول ما بخش من التفاعل بفهم ان هو مش فاهم حاجه فبتكل الله، او مثلا يقول لي لا احنا نعملها عمليه واللي يحصل يحصل. عاوز افوتها افوتها انا يعني مش محتاج تفوتها. لا عندنا عندك حاجه زي كده؟ البيرانا لو فعلا عضتك عضه هتطلع بحته لحم من ايدك. لا ما كان عضه هتطلع بحته لحم. لا انا بتكلم اوفرول كام في المية من السمك ممكن يأذيك؟ لا اذيه ما فيش عندنا الا الستينجر ري عشان فيها شوكه. عندنا البيرانا. الاوسكار بيطلع له سنان لما بيكبر او عضته بتعوض.